عندي مرضية ماشي غير اختي برك، اكثر من اختي، كاين زعما حاجه اكثر من اختي نقولها احسن من بالله. ها رح نخدم من الصبح كي تجي تشوف واش عمرها وست فم الف. حوايجي انا عمري ما ست حوايجي ديما تسد فمي. واش راح نقولها؟ الله يعطيها ما تمنى ان شاء الله وامثالها قلال، قسم بالله قلال. الطفله هذه نيه بزاف ونعم الناس ما شاء الله. سبحان الله العظيم، وش اللي خلى خو زوجها يتكلم عليها بهذه الطريقه بهذا الادب معها؟ هي معاملتها الحسنه ونيتها الطيبه. هذه الزوجه هي التي صنعت هذه السعاده في هذا البيت، علاه؟ بمعاملتها، باخلاقها، بافعالها. حتى ولم تفعل هذه الاشياء ولم تفعل مع يعني خو زوجها هذه الاشياء، كان راح يقول عليها هذا الكلام. يعني هذه باينه بانه بنت فاميليا وعندها نيه طيبه وحسنه وذات اخلاق، وارادت ان تصنع السعاده بيدها. قالت خلي انا اصنع السعاده في حياتي. فكم من امرأة اليوم راهي مطلقة وراهي في بيت أهلها وكذا لأجل أنها ما عندهاش النية، عندها سوء النية، تبيت وكذا، ما نخدمش، ما نديرش، ما نديرش، علاه؟ باش تنغص على حياتها. ولو فعلت هذا يعني مش هذا، ما أنت ما رانيش نقول لك أنك تخدمي خو زوجك، لا، ولا تخدمي والديه، مع أنه هذا من باب المعروف، هذا من باب الإحسان، وهذا من باب البر. ماشي لازم تخدمي هذو، لكن حاولي انك تكون طيبه، حاولي انك تخلي الاثر حسن. هذا الاثر الحسن هو اللي يخلي هذا يتكلم عليك بهذه الطريقه، هو اللي يخلي زوجك يتكلم عليك في المجامع يقول انا عندي احسن زوجه ما شاء الله، هو اللي يخلي يمات زوجك وبابات زوجك يتكلموا عليك بين الفاميليا وبين الان يقولوا الحمد لله عروستنا طيبه ما شاء الله، عروستنا ذات خلق. علاه؟ المعامله الحسنه، معامله طيبه، النية الحسنة، يعني الأخلاق تاعك هي اللي تخليك الناس تهدر عليك، هي اللي تخلي الأثر الحسن تاعك. فلو كل وحدة ولو كل بنت ولو كل زوجة خمت كما خمت هذه لتصنع سعادتها في حياتها بنفسها لكانت كل البيوت هكذا وكل الناس تتكلم هكذا، وما رأينا في المحاكم قضايا الطلاق ولا رأينا المشاكل بين الأزواج، مع أنه لازم كاين المشاكل ماشي مشكل، لكن ما تلحقش الطلاق، ما تلحقش التباغض والتنافر والفرقة التي نراها اليوم، لأجل أنك يعني شوية عمل زيادة تجعل حياتك طيبة وسعيدة. فخلي الأثر الحسن بأخلاقك الطيبة ونيتك الصادقة. كما يقولوا ناس بكري، مول النية إلا مربحش يسلك على خير. فاللهم ألف بين قلوبنا واجمع أهالينا وأسرنا يا رب العالمين. السلام عليكم.